فصل جديد من فصول المواجهة شهده المسجد الأقصى اليوم، حذرت عقبه السلطة الفلسطينية من المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى. واقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح الأحد باحات المسجد وسط حراسة أمنية إسرائيلية مشددة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مئات المستوطنين شرعوا في اقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة. وعززت القوات الإسرائيلية انتشارها في محيط الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحاته في اليوم الرابع من عيد الفصح اليهودي. هذا وتجمع آلاف اليهود الإسرائيليين عند حائط البراق في القدس ضمن مراسم الاحتفال بعيد الفصح، وأدى الإسرائيليون صلوات وطقوس أمام الحائط. يأتي ذلك في ظل أجواء التوتر التي تعيشها مدينة القدس بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وقيامها بضرب مصلين فلسطينيين واعتقال مئات منهم. تكرار هذه الممارسات من إسرائيل يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي حسب دعوة أطلقها مجلس جامعة الدول العربية، وذلك من أجل إجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية. بابا الفاتيكان البابا فرانسيس تفاعل هو الآخر مع هذه التطورات وأعرب عن قلقه البالغ من دوامة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وناشد جميع الأطراف بضرورة استئناف الحوار من أجل سلام المنطقة بأكملها. لمزيد من المتابعة ينضم إلي من غزة مراسلنا حازم البنا، على أن يكون معنا مراسلنا من القدس لاحقا لمتابعة التطورات هناك خاصة في المسجد الأقصى صباح اليوم. لكن سأبدأ معك عن تطورات الوضع على مستوى قطاع غزة وغلاف غزة. حازم، يعني في حقيقة هناك إيمان استنفار عالي في صفوف الفصائل المسلحة في قطاع غزة وفي صفوف الجيش الإسرائيلي على الحدود. أيضا هناك حالة تأهب على خلفية الأيام الماضية من التصعيد واستمرار هذه التهديدات الإسرائيلية التي يعني صدرت على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس وأيضا بن كفير بضرورة الذهاب باتجاه اغتيالات في صفوف قيادات الفصائل المسلحة سواء هنا أو في جبهات أخرى في لبنان أو سوريا، على اعتبار ما جرى داخل إسرائيل من إطلاق متعدد للصواريخ من جبهات مختلفة. الفصائل في غزة يعني لا تنظر بكثير من الاكتراث لمثل هذه التهديدات التي سبق وأن يعني كان لها موقف في خلال جولة التصعيد من هذه التهديدات التي أشاروا فيها بأنها لا تخيفهم بأنهم جاهزون للرد على أي تصعيد، ولكن كل المؤشرات الحالية في قطاع غزة سواء ما جرى قبل نصف ساعة على الأقل من تجربة صاروخية كما يقول الإعلام الإسرائيلي وكما أيضا رصد بعض شهود العيان من إطلاق صاروخ بعيد المدى عبر البحر ضمن التجارب الصاروخية التي تجريها الفصائل المسلحة في قطاع غزة، في إشارة ربما لإسرائيل بأن هذه الفصائل جاهزة في حال قامت إسرائيل بمعاودة الكرة واقتحام جديد للمسجد الأقصى واعتداء على المصلين. لذلك الطائرات الإسرائيلية أيضا تضيف حالة من التشويش والترقب على اعتبار بأنها تحلق بمستويات منخفضة، يعرف سكان غزة جيدا هذا المستوى حينما تحلق به طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فإنها ربما أو بكل تأكيد تحاول أن ترصد هدف ما بشكل دقيق وهي لا تفارق سماء غزة على مدار ال 24 ساعة، إضافة إلى التحركات التي تجرى على المستوى السياسي حينما نسمع بأنه إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس مكتب السياسي وأيضا وفد المرافق له صالح العروري نائبه يلتقون بحسن نصر الله في لبنان لتنسيق المواقف بشأن ما يجري من تصعيد سواء في قطاع غزة أو في مناطق الضفة الغربية وأيضا القدس، هذا يعطي مؤشر ربما أن هناك حالة من
التجهز والتحضر لشيء ما قد يعني نعم. تحضر له إسرائيل أو تحضر له الفصائل المسلحة في قطاع غزة. كل مؤشرات إيمان تبدو متوترة وغاية في الضبابية، ربما تشبه هذه الأجواء من الطقس التي نعيشها في هذه اللحظات. إيمان، نحن نرصد على مدار الساعة أي تطورات، ولكن كل المؤشرات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي وأيضا من الجانب الفلسطيني تخفي شيء ما في الساعات وربما الأيام القادمة. وعن هذه المؤشرات ربما تطورت على مستوى المسجد الأقصى، نضال كنعنة مراسلنا من القدس لا تخدم في احتواء هذه التوترات، لعل أبرزها وآخر فصولها كان صباح اليوم من الاقتحامات للمستوطنين الإسرائيليين تحت حراسة مشددة لقوات الأمن الإسرائيلية. هذا أدى إلى مواجهات ويؤدي إلى مزيد من التصعيد. ماذا في المتابعة وماذا أيضا في التداعيات المتوقعة هذه المرة نضال؟ نعم بالفعل إيمان، أولا هنالك نحو 1000 متطرف إسرائيلي اقتحموا المسجد اليوم، المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت في محيط البلدة القديمة في القدس وفي محيط المسجد الأقصى وداخل باحات المسجد الأقصى. طبعا هذه الاقتحامات تزامنت مع احتفال اليهود بما يسمى مباركة الكهان في ساحة حائط البراق في القدس ضمن الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي. الشرطة الإسرائيلية تقول بأن هذه الاقتحامات لم تترافق مع العنف، لأن الشرطة الإسرائيلية لم تقم بإخلاء الشبان المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، لكن مجرد الاقتحامات هي استثارة لمشاعر المسلمين ومشاعر الفلسطينيين في فلسطين وحول أيضا إسرائيل. شهدنا أن هذه الاقتحامات والمشاهد التي يتم تسريبها من داخل المسجد الأقصى والاعتداءات الإسرائيلية على المصلين أدت إلى اشتعال كل الجبهات حول إسرائيل. هذه الجبهات وإن كانت هادئة الآن لكنه هدوء حذر، وإن صح القول هو هدوء حذر جدا. هنالك العديد من المؤشرات أن الأمور لم تهدأ بعد وأن هنالك أمرا ما في الأجواء. إسرائيل تجند قوات احتياط سواء من حرس الحدود أو للدفاع الجوي أو حتى سلاح الطيران. قبل قليل تم الإعلان مثلا عن إلغاء احتفالات في مدينة سديروت أو في مدينة أشدود بعيد الفصح بسبب الوضع الأمني، هكذا برر الجيش إلغاءه لهذه الاحتفالات. أيضا اليوم كان هنالك اجتماع ما بين رئيس الحكومة نتنياهو وزعيم المعارضة من أجل إطلاع لبيد على آخر التطورات الأمنية، وأيضا لجنة المخابرات الخاصة في البرلمان اجتمعت اليوم في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب للاطلاع على آخر التطورات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نضال كنعنة مراسلنا من القدس، وحازم البنا مراسلنا من غزة، شكرا جزيلا.